تمام. القهوة يا جماعة طبعا مشروب الناس كلها عارفينه ومعظم الناس بتشربه، والقهوة مشهورة قوي قوي، وصاحبة المزاج أو الناس صاحبة المزاج ما يقدرش يقوم من النوم لما يشرب فنجان القهوة، وما يقدرش يتحرك لما يشرب فنجان القهوة. في كل بيت لازم تلاقي المشروب موجود اللي هو القهوة، طبعا زيه زي مشاريب كتير قوي. طب القهوة دي يا جماعة في ناس بتعرف تعملها وناس ما بتعرفش تعملها، ففي كذا طريقة لعمل القهوة، فالنهارده ان شاء الله هبسطها لكم واعرفها لكم. المره اللي فاتت عملنا النسكافيه وبطريقه كويسه جدا وعجبتكم، فالنهارده ان شاء الله هنعمل لكم القهوه بطريقه جميله وهتعجبكم، وان شاء الله هلاقي اللايك وهلاقي التعليق. وتعالوا يلا نشوف هنعمل القهوه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسى نبي، عيسى نبي، كل من له نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. ازيكم اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاعنا زي ما قلت لكم في اول الفيديو هنتكلم عن القهوة او مشروب القهوة، وهو موجود عند ناس كتير ومعروف وكده. الموضوع بسيط وسهل وهنعلمكم ازاي تعملوا القهوة. طبعا الناس كتير من عند او الحديث دلوقتي بقى عند الناس حتة الشعلة خلاص او الولعة خلاص، اللي بقى عنده مكنة قهوة واللي بقى عنده كاتل. اللي انتوا شايفينه ده يا جماعة ده كاتل بيتعمل فيه القهوة، ده كاتل بيتعمل فيه القهوة. ايوه هو مخصص للقهوة، بنشتريه القهوة. طريقة شغله ازاي او ازاي بنشتغل في قلب الكاتل ده؟ ان احنا بنعمل قهوة او طرق القهوة كتير، ومن ضمن طرق القهوة او بنعمل ازاي القهوة، طبعا في اللي بيعملها في كنكة، وفي دلوقتي بقى في موجود المكن الجاهز، وفي كتير حاجات طرق كتير او طريقها. دلوقتي في برضو حاجة زي كده، ده يا جماعة الفصل، ماشي، ده يا جماعة كاتل اهو زي ما انتم شايفين كده، واخد بالك. الكاتل ده احنا بنعمل فيه القهوة. لو طبعا الكاتل ده موجود عند ناس كتير، بس هل هما بيعرفوا يستعملوه صح ولا لا؟ وهل في ناس عايزة تجيبه بس خايفة؟ فده يا جماعة سهل جدا وطرقه جميلة جدا وسهلة قوي قوي، وبقى سريع. يعني ممكن تعمل مثلا في الخمس دقايق ممكن تعمل مثلا 10 قهوة. ايوه انا بقول لك كده، خمس دقايق ممكن تعمل 10 قهوة. لو عندك ضيوف او ناس كتير ممكن تعمل. شوف يا احمد جميل، رد رد رد. يعني في خلال خمس دقايق ممكن تعمل 10 قهوة بالكاتل ده. بس مشكلة الكاتل ده يا جماعة اللي بيعرفش يستعمله صح بيبوظ القهوة، القهوة تطلع مغلية، القهوة ما بهاش وش. فهو طريقته صعبة شوية وسهلة قوي قوي، فأنا هعلمكم ازاي النهاردة نعمل القهوة العادية بتاعتنا خالص بطريقة الكاتل ده. خليكم معايا يا جماعة، وتعالى يا عم أحمد معايا شوية كده. طبعا ده البن بتاعنا يا جماعة، وده السكر. هنعمل ادي السكر اللي هنحطه اهو، تمام. حطينا السكر بتاعنا زي ما انتم شايفين، وجينا حطينا البن بتاعنا اهو، معلقه البن اللي احنا حطيناها هي معلقه بن مش اكتر، تمام. وهنبدا وزي ما قلنا يا جماعه احنا حطينا البن وحطينا السكر، وهنيجي دلوقتي دي الكوبايه اللي هنعاير فيها كوبايه القهوه. دي الكوبايه زي ما انتم شايفينها، الكوبايه دي اللي هنعاير فيها الميه. ادي الميه بتاعتنا وبدانا نعاير. اعمل زي ما انا بقول لك بالظبط عشان القهوه تطلع مظبوطه. وعايرنا، مش ما عندكش كوبايات زي كده، ممكن كوبايه صغيره حطينا فيها الميه، معلقه البن والسكر، ودلقنا الميه كده، تمام يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين كده. وقلبنا تقلبتين كده كويسين اهو، تمام خلاص كده زي الفل. وهنحط يا جماعه هنحط الكاتل على النار اهو، اهو ادي الكاتل حطيناه وهنسيبه شويه. شلنا المعلقه، ركز في اللي انا بعمله بالظبط عشان تعمل القهوه وتطلع بوش وتبقى جميله. شلت المعلقه؟ لا ما شلتش المعلقه، ركز معايا. انا عيني فين؟ انا ببص. تعالى يا عم احمد بص كده، شوف القهوه كده ما بتعمل ايه دلوقتي. بص يا جماعه القهوه دلوقتي ما بتتغليش، بدا صوت القهوه ايه، بدا الصوت يطلع، الصوت بتاع الغليان بدا يطلع. برضو انا لسه هو كده لسه ما عملتش القهوه. ببص على القهوه كده، عيني بتبقى على القهوه وانا ببص. اول ما احس ان في بقليله صغيره طلعت اهو، حسيت ان في حاجه القهوه بدات هتغلي سنه صغيره، بقوم اقلب مدي القهوه تقليبه. ليه بديها تقليبه؟ عشان البن بتاعي ما يكلكعش، وعشان يبقى قالب القهوه كويس والمغه صبها تحس ان القهوه ناعمه وجميله. قلبت كده خلاص اهو، تمام، وصبرت شويه ومسكت الكوبايه بتاعتي، ايا كانت ازاز او كوبايه كرتون زي دي، اي كوبايه بس تكون على حجم او فنجان. تعالى يا عم احمد لو سمحت تعالوا معايا شوفوا القهوه ايه اللي بيحصل فيها. بص بص شوف القهوه بتعمل ازاي. شلت انا القهوه كده اهو. بص تاني يا عم احمد برضو خليك معانا هنا، زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، شوف القهوه ايه، شايفين القهوه ايه اللي بيحصل فيها.
وانا شايلها. ارجع يا عم احمد ثواني، انا شايل القهوه كده، انا شلت القهوه، القهوه لسه بتغلي برضه. ايه ده انت شلت القهوه وهي بتغلي؟ ايوه انا شلتها قبل ما تغلي، بس بعد ما شلتها من على السخان وسبتها وهي بتغلي. طب ايه ده ازاي ده؟ اقول لكم يا جماعه، هصب القهوه واقول لكم ايه اللي حصل. ادي القهوه بتاعتي انا صبيتها اهو على طول، تمام. صبيت القهوه بتاعته زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، القهوه بوش اهي، القهوه بوش اهي زي الفل. وممكن امشي بيها 2 كيلو، خلي بالك معايا يا عم احمد، وممكن امشي بالقهوه 2 كيلو والوش بتاعها زي ما هي، وقهوه زي الفل تمام التمام. طب ايه اللي انت عملته في الكاتل، او ايه اللي حصل في الكاتل؟ اقول لكم يا جماعه، الكاتل ده فيه سخان صغير هنا، السخان دوت حاجه حته حديد بتسخن، فانا اما بحطها فبتسخن، فانا قبل ما بياخد السخونيه بتاعته الكامله بقوم شايله. طب وبعدين؟ ما هي حته الحديده سخنه، فانا لما بشيل الكاتل واركنه هو لسه واخد السخونيه بتاعته، فاوتوماتيك هو بيغلي القهوه. فلازم تكون حريص على الحته دي، او عارف هتعمل ايه بالظبط. ما تسيبش، ما تقولش هستنى لحد ما تغلي، لا لا، لو هتعمل مش هتعمل معاك وش. فالمفروض يبقى انت عندك حس ان انت الحاجه اول ما تبدا تقوم شايلها وتسيبها، هتبص هتلاقيها بتستوي اكنك انت لسه حاططها على النار. فهمتوا الحركه دي يا جماعه؟ بالذات عشان ناس كتير بتقع في المشكله دي. دي طبعا كان طريقه القهوه بالكاتل، واللي عنده كاتل زي كده ومش عارف يشتغل بيه، انا علمتك الطريقه ازاي تشتغل بيها. طريقه سهله جدا وطريقه جميله، واللي عايز يجيبه يجيبه برده، والطريقه بتاعتي سهله. واللي مش عارف يقول لي واعيد له الطريقه تاني، ويكتب لي على الخاص في تعليق يقول لي انا مش عارفها، وممكن ابعت له التعليق واقول له يعمل ايه بالظبط. طبعا يا جماعه الكاتل زي ما احنا قلنا مخصص للقهوه، مخصص للقهوه، ما ينفعش اعمل فيه شاي، يعني اغلي فيه ميه واعمل شاي، الشاي يبقى كارف كده. طبعا كنتوا انتوا معايا في طريقه القهوه بطريقه الكاتل. ان شاء الله انتظروني في فيديو قادم هعلمكم ازاي تعملوا القهوه على النار، وهعلمكم ازاي تعملوا القهوه على الفحم زي ما بيقولوا، وهعلمكم ازاي تعملوا القهوه على الكانون زي ما انتوا زمان. خلاص احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. طبعا اتمنى ان انت تعمل لايك واشتراك وتعليق كويس كده عشان يوصلك كل جديد، وتفعل الجرس للكل عشان لما اعمل اي فيديو يظهر عندك ان انا نزلت فيديو جديد، وتعمله لايك. كان معاكم يوميات ابو البنات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.